بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالصف الأول الثانوي. أنا مستر أستاذ شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حالة المنهج بتاعك العام 2022 من كتاب جيمنا عام 2022. إن شاء الله مستمرون مع الامتحانات الشهرية اللي إحنا إديناها لكل امتحان، لكل شهر امتحانين. بدأنا بأكتوبر عملنا امتحانين، ثم نوفمبر، وإن شاء الله دلوقتي شغالين على ديسمبر. هناخد إن شاء الله الامتحان الثاني لديسمبر اللي واخد عندك ترتيب رقم 6، والامتحانات دي مصدرها كتاب جامع 2022 تحديدا اونجونج اسيسمنت بوكليت. ان شاء الله بدايه الامتحان السادس موجوده على صفحه 95. صحيح، على بركه الله نبدا نشوف. اقول لك the synonyms of the word continued are، عايز مترادفين لكلمه continue. كان عندي continued، كلمه continued معناها مستمر. طيب ناخد لها resumed، ولا بمعنى استأنف كذا او استمر في كذا، ولا concealed اللي هي المعنى الحرفي ليها اخفى، ولا سيزد بمعنى وقف او توقف، ولا بروسيدد بمعنى استمر او استأنف، ولا ادورد اعجب بشيء او حب حب شديد. الكلمتين اللي يدوني نفس معنى الاستمراريه هي ريزومد وبروسيدد. اجابتين صحيحتين في جمله رقم 1. بنلفت انتباه لحاجه يا شباب، ان الامتحان رقم 6 امتحان كله تشوز على ايه، طبعا ايه المنهج بتاعك في الوحدات من 5 ل 6 تحديدا هنشتغل عليه. طيب اتنين بيقول لك فيها the word hide، كلمة hide معناها يخبئ. is an antonym for the words، مضاد او عكس ايه؟ hide يخبئ، عكس ايه؟ عكس reveal يكشف، appear يظهر، conceal اللي هي المعنى الحرفي ليها يخفي. وعندي بعد كده هو resume اللي يعني بمعنى يستأنف، و uncover بمعنى يكشف. تمام؟ طيب hide يخبئ، عكس ان انت تخبي حاجة ان انت تكشفها، reveal و uncover، الاثنين دول معناهم يكشف شيء، تمام؟ وده عكس انك انت تخبيه. اجابتنا في جمله رقم 2. طيب نروح للتشويز الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، اللي هو بنختار فيه اجابه واحده، وده هيكون مع جمله رقم 3. تقول لك don't shout at her، ما تزعقش فيها. ماشي، she كذا nothing wrong، هي كذا لا شيء خطا. طيب did وده ماضي بمعنى فعلت، logged بمعنى بدت او ظهرت، ولا went ذهبت، ولا stayed بقت او مكثت او ظلت. لا، هنقول did. she did nothing wrong بمعنى لم تفعل شيء خطا. اجابه صحيحه في جمله رقم 3. 4 بيقول لك فيها it is polite to use please when you كذا a request، انه من المهذب ان انت تستخدم كلمه please. عندما يا request بقى request بمعنى طلب، نقول make a request، ولا do a request، ولا take a request، ولا give a request. لا، انا عندي حاجه اسمها make a request بمعنى يعمل طلب، يعني يطلب حاجه من حد. ماشي، دي تركيب يا شباب مع بعضها لازم تكون حافظ عليه. make a request بمعنى يقوم بعمل طلب. اجابتنا في جمله رقم 4. 5 بيقول فيها the play was written in، المسرحيه كانت مكتوبه بكذا. ايه مكتوبه في ايه المسرحيه؟ it has rhymes and rhythms. rhymes اللي هو بيقولوا عليه الوزن الشعري، وتمام، والموسيقى والتناول والحاجات دي وريزم والكلام ده. ماشي، طيب ايه بقى اللي كده القصيده مكتوبه، عفوا المسرحيه مكتوبه في ايه؟ مكتوبه كده بطريقه ايه؟ لان دي اللي بيبقى فيها التناغم وفيها وزن شعري. فيرس، فيرس اللي هي المعنى الحرفي ليها مكتوبه بطريقه الابيات، ولا بويم مكتوبه في شكل قصيده، ولا انجلش مكتوبه باللغه الانجليزيه، ولا بويتس اللي هي جمع كلمه شاعر شعراء. طب المسرحيه كانت مكتوبه in verse، in verse معناها مكتوبه في ابيات شعريه، تمام، والابيات الشعريه دي فيها رايمز وفيها ريزمز. اجابتنا في جمله رقم 5. 6 بيقول لك فيها when I lost my keys in the street، لما ضيعت من المفاتيح بتاعتي في الشارع. I was locked كذا until my wife returned home، انا كنت عالق ايه؟ كنت عالق كذا يعني، حتى انا اللوكد هنا معنى محتجز مقفول عليها، تمام، حتى ايه عادت زوجته. طيب يا ترى كان لوجد بقى اون، ولا لوجد ان، ولا اوف، ولا ويز؟ كان لوجد ان، كان مقفول عليه. ماشي، ضاعت مفاتيحه فهي مقفول عليه من جوه الشقه، مستني من زوجته ترجع علشان تفتح. طيب في 7 ولا فيها ذا ريزم اوف ذا بويم ميكس ات ايزي تو، ريزم اللي هو بيقولوا عليه وزن شعري. الوزن الشعري بتاع القصيده بيجعل من السهل انك انت ايه، speak يتحدث، talk يتكلم، tell بمعنى يخبر، ولا say بمعنى يقول. هناخدها هي دي، say بمعنى الجملة على بعضها. الوزن الشعري يجعل من القصيدة أو يجعل من السهل
ان تقول القصيده، تقولها ماشي. انت كل اللي بتعمله انك انت القصيده دي مش حكايه انت هتحكيها فناخد لها تل تمام، ولا كلام بتتكلمه عشان انت ايه تسبيك يتكلم، او قدرتك على تحدث لغه معينه او كلام من ده، او هو عباره عن مجرد حوار فانت بتستخدم معاك الفعل توك. لا، هنقول ايه؟ سي ا بويم. سي ا بويم بمعنى يقوم بإلقاء قصيدة. إجابتنا في جملة رقم 7. تمام يا بولي. فيها I was a فراغ a great favor when she gave me the money I need. أنا كذا، طبعا الجملة فيها بناء المجهول. أنا كذا، كلمة great favor بمعنى معروف كبير، يعني عندما أعطتني المال اللي أنا كنت محتاجه. طيب يبقى نقول done ولا made ولا stayed ولا dug. أنت عندك صيغة شباب اسمها do a favor، بمعنى بيعمل معروف في حد يعني. فبقول لك انا اتعمل فيها معروف. اللي عمل فيه المعروف ده طبعا هي هذه ايه السيده لما اعطته النقود اللي هو عرضها. الجمله هنا فيها بناء المجهول. المهم عندي هي دو ا فيفور، ماشي. الفعل اللي قدامك ده خلاص دي تركيبه على بعضها، معناها يفعل معروف في شخص او يعمل معروف واحد باللغه كده ايه البسيطه بتاعتنا. طيب نروح للجمله رقم 9، ودي جملة في تشوز برضه. بيقول لك I don't think the exam كذا difficult. أنا لا أعتقد إن الامتحان difficult. طيب نقول إيه بقى؟ نقول will be will المصدر ولا would be ولا is being في شكل الاستمرارية فيها جراند أهو، ولا going to be. خد بالك إن هو بيدي رأي، رأيه هو. بما إنه رأي يبقى أنت كده عشان تعبر عنه في المستقبل محتاج له will المصدر، يبقى will be. إجابة صحيحة في جملة رقم 9. 10 ولا فيها this time next week. خد بالك من الحته دي، هذا الوقت ماشي غدا، قصدي الاسبوع الجاي. بيقول لك ايه هذا this time next week؟ كلمه next معناها قادم، ويك معناها اسبوع. لما يقول لي في هذا الوقت دي تشيل استمراريه، ونكست ويك الاسبوع القادم دي تشيل المستقبل. يبقى انت كده محتاج ايه بقى؟ محتاج مستقبل مستمر، ماشي. محتاج مستقبل ايه مستمر. طيب افرض ما كانش في مستقبل مستمر، ليها بديل؟ اه ليها بديل. ايه البديل؟ البديل بتاعه هيكون المستقبل البسيط. لو كانت الجمله اللي قدام مفيش فيها مستقبل مستمر، هيكون عندك بديل شكله بيكون مستقبل بسيط، لكن ممكن يكون مدلول مستمر. تعال نشوف الحكايه دي ازاي. طب المهم بيقول لك ازاي بقى جاي فراغ اون ذير واي تو كايرو. بيقول لك في مثل هذا الوقت الاسبوع القادم هم هيكونوا في طريقهم للقاهره. طب عندك صياغه ويل بي بينج، دي واخده شكل الاستمراريه، ادي ويل بي وادي بعد كده هو بي اي ان جي. جميل جدا، اللي هي فيرب تو بي مع اي ان جي. طب عندك ويل بي ولو المصدر اهي، would be would والمصدر وار بينج. طيب would والمصدر بعيد عننا خالص، انت بتحكي في الماضي، وار بينج دي بتتكلم في فكره بقى ايه اللي هي المضارع مستمر، ودي برضو بعيد عننا. طيب كده فاضل معايا will be و will be being. انت قلت يا مستر ان بما اني في this time next week، دي عندك this time اشاره للاستمراريه ونكست ويك اشاره للمستقبل، انت كده عايز مستقبل مستمر. طب كده ناخد will be being. اه مش هتنفع. عارف ليه؟ في ملحوظه انا قلتها لك قبل كده، لما يكون فيرب تو بي هو الفعل الاصلي في الجمله، اللي هو فعل يكون بي بي اي، لما يكون هو الفعل الاصلي في الجمله اللي محتاج يكون فيها استمراريه. بس احنا ساعتها كنا قلناها على قاعده وايل اللي هي الماضي المستمر. لما يكون فيرب تو بي هو الفعل الاصلي اللي انت محتاج تعمل عليه جمله فيها استمراريه، سواء في اي زمن، مستقبل ولا ماضي ولا الحاجات دي، ما تستخدمش being، ما تقولش will be being اللي هي بتدي فكره الاستمراريه. ليه يا مستر؟ لاني قلنا بنفضل ان احنا ناخد عنه الشكل البسيط تمام، وهيديني نفس الغرض. يعني ايه؟ يعني الاختيار بي هو هنا اللي هيكون الاختيار المناسب. ادي will مع بي في شكل المصدر بتاعها، شكلها قدامك مستقبل بسيط، شكلها بويل زائد فعل في المصدر، لكن مدلولها في استمراريه. ليه؟ لان انا بتكلم عن الكينونه او الحاله اللي هم هيكونوا عليها. الكينونه او الحاله اللي هم هيكونوا عليها ان هم هيكونوا في طريقهم للقاهره تمام، فهي دي شكلها بالنسبه لك كصياغه مستقبل بسيط، لكن مدلولها مستقبل مستمر. اجابه صحيحه في جمله رقم 10. احنا قلنا السبب ايه؟ 11 بدا ب بليز، من فضلك، اي وونت يو تو ستوب، انا اريدك ان تتوقف عن كذا، يور تايم وقتك، اور يو وونت سكسيد والا مش تنجح. طيب ستوب ايه بقى هنا؟ هو طبعا ده حد بيطلب من حد حاجه، بيقول له توقف عن ايه؟ تو ويست، تو المصدر يعني، ولا ويست لوحدها في شكل المصدر او ويستنج في شكل الجيران، ولا تو ويستنج. طيب بليز اي وونت يو تو ستوب ايه بقى؟ ويستنج. انا عايز اوقف عن اهدار. ليه؟ لان الفعل ستوب لو هجيب وراه فعل تاني في جملته، ليه احتمال من اتنين خلاص،
تو المصدر ينفع وجيراند ينفع. انا ليه جبت الجيراند؟ لان هي معناها المعنى الحرفي ليها اهدار. من فضلك اريدك ان تتوقف عن اهدار، انا عايز ما ياخد شكل ايه الصفه، انا هو قدامي اهدار وقتك، ده معناها كده مدلولها معاك يعني. طيب في جمله رقم 12 يقول لك اي كانت ستاند، انا لا اطيق. كانت ستاند من الصياغات اللي عشان اجيب وراها فعل في جملتها لازم يكون في شكل جيراند. انا لا اطيق ايه بقى؟ ذيس باد نيوز، هذه الاخبار السيئه بقى، ذا باد اكسيدنت، عن هذه الحادثه ايه السيئه. هيرنج وهذا شكل جيراند اهي، ولا تو جيراند اللي هي تو هيرنج، ولا تو المصدر تو هير، ولا هي في شكل المصدر. احنا قلنا اي كانت ستاند اللي هي معناها لا اطيق، يجي وراها جيراند، يبقى هاخد هيرنج اجابه واحده صحيحه في جمله رقم 12. 13 بيقول فيها listen to what they are saying، يا عم اسمع كده اللي بيقولوه. they كذا us alone and go out، ماشي هم كذا alone هيسيبونا لوحدنا يعني ويمشوا. طيب would leave ولا will leave ولا are going to leave ولا are leaving؟ مش بيقول له اسمع اللي بيقولوه خلاص، يبقى هنا هو بيتكلم عن ايه بقى؟ عن نيه بقى، عندهم نيه واضحه ان هم يعملوا ده، يبقى are going to leave، سوف يغادروا ولا تكون بمفردنا. طبعا ما ينفعش ول لان تشير للماضي، وول والمصدر ما تنفعش. ليه بقى؟ لان هو هنا هو بيتكلم عن خلاص هم اتكلموا قالوا حاجه، يعني هم قالوا هم ماشيين، يبقى ده معناه ان هم بيعبروا عن نيتهم. تمام، ما ينفعش ار ليفنج ليه؟ لانها مضارع مستمر، وانت عشان تتكلم مضارع مستمر وتعبر بيها عن المستقبل لازم تكون بتعمل ارينجمنت لحاجه معينه. هم مش بيعملوا ارينجمنت، هم كل الحكايه ان هم قالوا احنا ماشيين، احنا خلاص هنسيبكم ماشي. لا هنا هو ما فيش فيها ترتيب ولا اي حاجه، ده الدينيه بيعبر عن نيته في اداء شيء، يبقى ناخدها بجونج تو، ار جونج تو ليف، اجابه صحيحه في الجمله رقم 13. 14 بيقول لك فيها would you prefer، هل تفضل كذا with us tonight، معانا الليله. would you prefer، الصياغه دي يا شباب اللي هي would وبعد كده ضمير وبعد كده prefer محتاجه بعدها تو المصدر، يبقى staying في شكل الجيراند لا، تو جيراند اللي هي تو staying خطا، stay في شكل المصدر لوحدها فقط برضو خطا، هناخد تو المصدر اللي هي تو stay بمعنى يبقى او يظل، اجابه صحيحه في الجمله رقم 14، واحنا قلنا السبب ايه. طيب طب نحرك الشاشه شويه، منها نعمل حاجتين، اولا نشوف رقم الصفحه، وثانيا نجيب القطعه اللي جايه عندنا. القطعه بتتكلم عن مشكله نقص الطعام في العالم، وبيقول ان دي طبعا هتبقى مشكله كبيره جدا، وفي تهديد ان هذه المشكله تزيد، لان بوصولنا للعام 2050 عدد سكان العالم هيتضاعف الى رقم كبير جدا، هيوصل لحوالي 10 مليار، يعني 10 مليار انسان على وجه الارض، هتبقى مشكلة. طبعا في بعض الدول بيبقى فيها نسبة زيادة في السكان بنسبة 2%، ماشي، زي مثلا في معظم الدول الآسيوية والأفريقية، في دول تاني في أمريكا اللاتينية الزيادة فيها بنسبة 3% زيادة عدد السكان يعني. طبعا ده بيعمل مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة ايه؟ زي ما قلنا مشكلة نقص الغذاء. موضوع الزيادة السكانية المفرطة و ما تتبعه من مشكلات والحاجات دي، اللي هي من اهمها مثلا ان بعض اهل المدينه، اهل الريف عفوا، بيسيبوا المدن القرى بتاعتهم عشان يطلعوا جري على المدينه ويلاقوا وظائف وما الى ذلك، ده بيسبب ضغط وبيعمل مشكله مش بس في الدول الناميه، ولكن ايضا في حتى الدول المتقدمه، لانه برضه بيعمل لي مشاكل. طب ليه بيعمل لي مشاكل؟ هي الدول المتقدمه تعمل مشكله للدول الناميه ليه لما سكانها يزيدوا؟ الخدمات اللي هم عايزينها بتزيد، تمام، الرفاهيه اللي هم عايشين فيها بتزيد، تمام، تحملهم على ما ينتج من طعام وغذاء وكساء ومواد بتروليه وما اعرفش ايه، ده برضو بينيل الدنيا وبيزودها اكتر، وبيكون له اثره السلبي على حاجه تاني، مشكله تاني اللي هي ممكن يعمل لنا تلوث. طب نروح للاسئله اللي جايه على القطع اللي قدامنا ده، هي وهنبدا بالاسئله تشوز، عندي السؤال رقم 15 وده بداية الأسئلة اللي هيقول لك إيه؟ The increase in population، زيادة السكان ممكن تعمل لنا إيه؟ تمام؟ makes things worse، بتجعل من الأشياء أكثر سوءًا، بتنيل الدنيا زي ما بيقول. 16 بيقول لك فيها overcrowded cities suffer from، المدن اللي فيها زيادة سكانية مفرطة بتعاني من إيه الدول المدن دي؟ بتعاني من unemployment and lack of food، بتعاني من البطالة وقلة الطعام. ماشي. 17 بيقول لك فيها جاف فراغ is or are is responsible for food shortage، مين اللي مسؤولين عن نقص الطعام؟ مين المسؤولين عن الحكايه ده؟ هي في الجمله رقم 17 هنلاقي الاختيار ايه اللي بيقول لك ايه؟ the migration of some villagers to cities، هجره بعض اهل القرى الى المدينه.
زي ما قلنا ان دول بيروحوا بحثا عن فرص عمل، فده بيحمل على مديدهم عليها مشكله. طيب الجمله رقم 18 بيقول لك فيها It is advisable for people in poor countries. من المنصوح به للناس اللي موجوده في الدول الفقيره نعمل لها الاختيار سي to use modern machinery and technology، هم يستخدموا المكنه الحديثه والتكنولوجيا. طب نرفع الشاشه شويه علشان نشوف الجمله رقم 19، احنا لسه على القطع. واللي بيقول فيها the rapid rise in the world population، الارتفاع والزياده الشديده او السريعه في السكان، لو عدد سكان. the word rapid means، عايز يعرف كلمه rapid معناها ايه؟ كلمه rapid احنا قلنا عليها بمعنى سريع، يبقى تساوي كلمه فاست. طيب نروح للاسئله اللي جايه على الامتحان برضو في تشوز، بس المره دي بديل للكتابه، بدل ما هتكتب موضوع انشا هجيب لك بديل. فبيقول لك ايه؟ في 20 which of these points do you include in an introduction، ايه من اللي جاي ده حاجه انت تحطها في مقدمه المقال. final results نتائج نهائيه، ولا evidence دليل او برهان، ولا introduce topic انت بتقدم الموضوع بتاعك، areas اللي هي المناحي بتاعته، in one or two sentences في جمله ولا اتنين. مش احنا بنقول introduction مقدمه، خلاص يبقى هي اللي احنا بنقدم فيها الموضوع بتاعنا في جمله ولا جملتين. طيب نروح تشوز بقى للترجمه، ودي شيء مهم جدا نجهزها عشان هي تبقى هي اللي ظاهره قدامك. الترجمه الاولى هي باللغه الانجليزيه، بتقول لك agriculture and industry are the backbones of economic development and of creating a productive society. افضل اجابه للجمله اللي قدامي هي في الحرف الف. مستر انت بسرعه كده خدت الاجابه من غير ما تقول لنا عملت ايه، طب وهتقارن لنا الباقيين؟ اه والله هعمل كده، بس الاول نشوف الاجابه دي. بيقول لي agriculture and industry are the backbones of، ها الزراعه والصناعه هما العمود الفقري، ايه بقى؟ economic development للتنمية الاقتصادية، and of creating a productive society وخلق مجتمع منتج. هنا في حاجة؟ لا تمام. طب ليه ما خدناش اللي وراها؟ بص اللي وراها كده، أول غلطة الثقافة. فين كلمة ثقافة؟ مش موجودة. كفاية إنها تكون غلطة، يعني لو دي هي الغلطة الوحيدة كفاية. طب بص في الثانية بيقول لك الزراعة والتجارة، فين كلمة تجارة في الجملة؟ فين كلمة تجارة؟ طيب اللي بعديها بيقول لك ايه؟ الزراعه والصناعه هما العمود الفقري للتنميه السياسيه، فين كلمه السياسيه؟ موجوده فين دي؟ مش موجوده. خلاص يبقى غلطه في كلمه واحده تضيع الجمله. يا مستر كلمه تضيع الجمله؟ اه عشان ده تشوز يا فندم، لكن لو انت اللي بتكتب من الاول لاخر ممكن نفوت لك كلمات زي كده ونديك درجه تقديريه لباقي الاجابه، لكن دلوقتي تشوز يعني الاجابه لازم تكون 100 100. طب نروح الجمله اللي بالعربي، بتقول لك ايه؟ ان قضيه اصلاح التعليم من اخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري. ماشي، حيث ان البحث العلمي احد ركائز الامن القومي. طب مين افضل صياغه؟ هتلاقي افضل صياغه هي الصياغه سي، نحط عليها بس ايه خط وبعد كده ايه نناقش. طيب وهنقول احنا ليه خلنا سي وسيبنا الباقيين، تعال نجيبها حته حته. ان قضيه اصلاح التعليم، طبعا انا عندي كلمات التوكيد في الانجليزي، عندي كلمات توكيد، التوكيد يعني ان دي لما اجي اترجم مش هتلاقيها موجوده. فنقول قضيه اصلاح التعليم من اخطر ايه القضايا اللي تواجه المجتمع المصري، تعال نترجم دي. The issue قضية of education reform is، هذا بديل ايه؟ بديل حتة ان بقى. is one of the most serious issues، ها بنكمل، facing Egyptian society، اللي تواجه المجتمع المصري، ها بعدين، حيث ان البحث العلمي احد ركائز الامن القومي اللي هي دي، ماشي، as scientific research is one of the pillars of national security. طيب تعال نشوف الجمل الثانيه كانت خطا ليه. اقرا كده the issue of education reform is one of the most، ادي كلمه الغلط، سيريس. سيريس هنا بمعنى مسلسلات، شوف يعني عايزين ايه؟ عايزين سيريس. طب تعال اروح للاختيار بي او الجمله بي، the issue of education reform is one of the most serious issues، لحد هنا ماشي حلو، facing Egyptian society as scientific، قال لك سيرش، احنا عايزين ايه؟ عايزين ريسيرش مش سيرش. طب نشوف الرابعه غلط ليه؟ بيقول لك فيها the issue of education reform is one of the more، مش عايزين more، احنا عايزين ايه؟ عايزين most. ده يخلي الاجابه هنا في 4 خطا. بكده يكون انتهى الامتحان رقم 6، وده الامتحان اللي كان جاي على شهر ديسمبر، ده يعتبر بالنسبه لشهر ديسمبر يعتبر الامتحان رقم 2، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من التدريبات وامتحانات ومراجعه المنهج بتاعك. ان شاء الله نزورنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.